تتكامل أشكال التكفل والمرافقة الاجتماعية في منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر لتشمل منح إعانات مالية غير قابلة للاسترداد للراغبين في اقتناء سكنات يسلمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. والبداية كانت بتخصيص 60,000 إعانة للسكن الريفي اتضحت ركائزها جليا بولاية تسمسيلت. سجلت سيبير هاي وسجلونا قعدنا واحد شهر ولا شهر وشي وخلص. لا لا الحمد لله يا ربي وان شاء الله ثاني نقولوا الرئيس الحمد لله. هاي والله الحمد لله عاوننا وجرينا وتعبنا واليوم لنا الحمد لله يا ربي. على كل حال هذه الولايات التابعة للمديرية الجهوية للشلف هي ولايات اللي عندها طابع الريفي بقوة يعني, ولذا وصلنا لهاد المواطنين للأماكن تاعهم والحمد لله توصلنا من خلال القاعدة الأرضية الإلكترونية إلى تسجيلات وكالاستجابة تاع المواطنين هادو وسجلوا في هذه القاعدة الأرضية سواء من خلال الهاتف أو من خلال هادو اللي سيبر كافيه ولا من خلال عدة أمور اللي كانت في الوسائط الاجتماعية. وبالتالي فإن هذه العملية عرفت عددا جد معتبر حيث وصلنا إلى حد اليوم إلى تسديد ما يفوق 3500 مواطن بمبلغ إجمالي يتعدى 178 مليار سنتيم في ظرف قياسي جدا. ونحن عازمين على تجسيد هذا كعملية نموذجية على خمس ولايات التابعة هي غليزان تيارت عين الدفلة تسمسيلت والشلف. عبر مختلف ولايات الوطن تسلم الإعانات للذين تتوفر فيهم الشروط. إجراءات كلها تتم عن طريق المنصات الرقمية بداية من التسجيل حتى استلام مقرر الاستفادة وصب الإعانات في حسابات أصحابها. بعد ما سمعنا بفتح المنصة الرقمية قمت بالتسجيل في المنصة هذه. قعدت لي مدة مرحلة شهرين عيطوا لي جيت حطيت الملف لهنايا ما با عندي 5 ايام ولا 15 يوم كامل عيطوا لي بالقرار تاع الاستفاده تاعي واليوم الحمد لله جيت استفدت رفدت القرار الاستفاده تاعي والحمد لله يا ربي. استفادت تسلسلت من حصه 530 اعانه غير قابله للاسترداد البناء الريفي وحيث تم تسديد 460 اعانه الى يومنا هذا وباقي الحصة إن شاء الله سوف تسدد قبل نهاية السنة موزعة عبر جميع بلديات الولاية بلدية سلمانة بلدية برج بنعامة بلدية تسمسيلت بلدية عماري. الخدمة نفسها والتكفل ذاته وإن اختلفت جغرافيا الولايات فآلية التكفل واحدة ونظام العصرنة موحد حتى في الولايات المستحدثة كولاية ولا جلال. بعد ما تم الانطلاق في المنصة والموقع الإلكتروني لاستفادة من منحة على فانبوز 50 مليون وهذا بعد ما استفاد من منحة السكن اللي هي 100 مليون في منطقة الجنوب سجلنا في الموقع وتبعنا التعليمات اللي هي كانت واضحة وجميع الشروط اللي طلبوها منا كانت متوفرة فينا وقدرنا نسجله وكانت تسجيلات واضحة وسجلنا عن طريق رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. وبعد ما تم التسجيل بعد ايامات قليله لحقنا ميساج باللي تم قبول التسجيل تاعنا بصفه جيده وننتظر دراسه الملف هذا على الموقع ويعاودوا يجاوبونا. بعد مده قصيره تلقيت رساله والتحقت ملحق الولائي لولايه ولاد جلال كان استقبال يعني حسن والحمد لله سهوله العمليه. بعد شهرين يعني تم صب الاستفاده الماليه في الحساب الجاري واخذت عاودت الاتصال بالالتحاق بالملحق الولائي واخذت استلمت المقرر. بعد ان تم اعاده بعث اعانه الصندوق الوطني لمعادله الخدمات الاجتماعيه في اطار البناء الريفي تم تخصيص حصه 120 اعانه لولايه ولاد جلال حيث تم التكفل ب 77 اعانه في الدوره الاولى وسيتم التكفل بالباقي خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
الحصص الأولى لدعم السكن خصصها الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية لصيغة السكن الريفي للمساهمة في تنمية الأرياف على نطاق واسع، خاصة في المناطق النائية لإرساء قواعد التنمية المحلية المستدامة. بحكم المناطق الجغرافية للولايات الداخلية والصحراوية وتركيز اهتمامات الدولة بالبناء الريفي، بعد أن تم بعث هذه الصيغة استقبلت المديرية الجهوية حصص معتبرة من الطلبات. هذه الطلبات تم استقبالها وتسجيل بها بالمنصة الرقمية المخصصة لذلك، وهذا تماشيا مع المسار الرقمي الذي أولته الدولة والسلطات العليا للبلاد اهتماما خاص. الوالدة في الإجراء الرسمي إمضاء حضرت إلا في الإجراء الرسمي، يعني الاستشارة الإدارية الملف كلش كان تسهيل تام. هذا الرقم أنا يعني سهلت للمواطن وقربت المواطن من الإدارة، ونتمنى الأفضل إن شاء الله. ذكرت من 60,000 إعانة معدية، معناتها راك تساهم في استقرار الساكنة في المنطقة ل 60,000 عائلة، معناتها 60,000 عائلة راح تخدم في المحيط والبيئي تاعها اللي راهي تعيش فيه، معناتها راح تساهم في التنمية أيضا، التنمية الفلاحية، وراح تساهم بجزء يعني أو نسبة معينة في الانطلاقة الفلاحية اللي راهي تعيشها أيضا الدولة الجزائرية، المشاريع المهيكلة لعيشها قطاع الفلاحة اللي راح يرجع لها محالة أيضا بالفائدة على منظومة الضمان الاجتماعي. انجينيور في بيرو ديتود، درنا اون كونسيبسيون تاع برودوي في 2021 هذايا. بعد لا كونسيبسيون درنا نموذج، درنا له لي تيست كامل على لا سيكوريتي ولي نورم، درنا اونسويت اون سيري صغيره عطيناها لي باسيون بور فير تيست في لي كونديسيون ريال تاع ليتيليزاسيون تاع الكرسي المتحرك. من بعد اون بريباري لي زاتولي تاعنا هنايا pour une production en série. L'intérêt, هذا العام من janvier تاع هذا العام في النهار نخرجوا 10 كراسي في النهار، سوا 50 في السمانه. كرسي هذايا كرسي احنا نخدموه ستاندر، فيه بيان سور دي زوبسيون كيما لي زاكودوار، فيهم ريغلاج في لا هوتور ولا لارجور تاعو، الدوسي تاعو انكلينابل وريغلابل بليزيور زونكل، ومام ثانية لي روبوس بي نقدروا نرجلوهم لحساب لا طاي تاع المعوق. فيما يخص طاقات الانتاج لهذه الوحدة فهي تقوم حاليا بصنع حوالي 1000 كرسي متحرك كهربائي في السنة، واما الكرسي المتحرك اليدوي حوالي 7000 كرسي، على ان تكون على المدى القريب والمتوسط انتاج 10,000 كرسي متحرك يدوي و 5,000 كرسي كهربائي. الديوان عبر وحداته بمختلف جهات الوطن، بالإضافة إلى صناعة الكراسي المتحركة لفئة ذوي الهمم، فهو ينتج أيضا لواحق الأعضاء البلاستيكية ومستلزمات صحية أخرى، وفر بذلك فرص عمل عديدة. أنا الخياطة عندهم نورمال، يستقبلوني أحسن استقبال. أنا خيط لي كوسان لي سونغ لي باتري. درت تكوين مهني ومن بعد دخلت لهنا، من بعد لونسينا الفوتاي الكتريك ورانا نخدموا فيه من المونتاج، وكاين لا بريباراسيون، وكاين حتى الكونترول حتى يخرج البرودوي فيني لومبالاج. راني خدمت تي الحمد لله. الحمد لله. حتى نهاية 2023 وبفضل آليات الرقمنة وجهودها المبذولة، ساهمت الوكالة الوطنية للتشغيل في إدماج أزيد من نصف مليون من طالبي العمل من عقود ما قبل التشغيل، لتصبح بذلك الوكالة وسيطا فعالا في توفير مناصب الشغل لطالبي العمل من مختلف التخصصات الجامعية والمهنية.
هشام وسيف الإسلام شابان من ولاية سوقهراس، وبفضل وسيط الوكالة الوطنية للتشغيل تحصل على منصبي عمل بمؤسسة خاصة للحراسة على مستوى جامعة سوقهراس، وأصبح يشتغلان في أريحية تامة. أنا عندي مستوى تعليم متوسط، سجلت في الوكالة الوطنية للتشغيل الحمد لله، عيطولي لهنا درت تيست وراني نخدم في الشركة هذه، شركة الأمن والحراسة والحمد لله. أنا سجلت في الوكالة الوطنية تاع التشغيل وقعدت بيريود تاع 6 أشهر ولا 8 أشهر، جاء منصب عمل في الجامعة عيطولي شركة تاع الأمن والحراسة، درت تيست كونكور ونجحنا والحمد لله أنا خدامين. حد الآن رانا موظفين 111 على حساب المصلحة المتعاقدة، طلبت 111 نعاون، احنا وفرنا لها 111 نعاون على مستوى ولايه سوقهراس موسى مواس جامعه محمد شريف المساعديه. عندنا 106 ذكور و5 اناث نديرهم افراد الاستقبال، عاون الاستقبال. في اطار تجسيد سياسه الدوله في مجال التشغيل، عمدت الوكاله الوطنيه للتشغيل الى تطوير جميع الخدمات الرقميه الموجهه لمرتفقي الملاحق المحليه سواء المستخدمين او طالبي العمل، حيث سمحت هذه الخدمات الرقمية بتحقيق يعني قفزة نوعية في طلبات العمل المسجلة والتي بلغت سنة 2024 يعني تم تسجيل 42,500 طالب عمل، أين تم وكذلك تم تسجيل 1,860 عرض عمل، مما سمح بتنصيب 1,781 طالب عمل يعني منذ جانفي إلى غاية 30 جوان 2024. أما شيماء والآخرون فتواجدهم على مستوى فرع التشغيل بولاية سوقهراس إنما هو لتأكيد التسجيل أو استجابة لرسالة قصيرة وصلتهم للتأكد من عرض العمل بعد أن أتموا كل الإجراءات عن طريق المنصة الرقمية والتطبيقات المتاحة. اولا انا طالبه خريجه ماستر 2 تخصص اورتوفوني علم الاعصاب اللغوي العيادي من قسنطينه عبد الحميد مهر 2. تقدمت للوكاله يوم الخميس باش نقدم على طلب العمل وسجلت في السيت والحمد لله لقيت تسهيلات بزاف ساعدوني وخلوني حتى من التليفون نقدروا نشوفوا عروض العمل ونشوفوا واش نحبوا هنا. هي ياسر تسهيلات درت رقمنا الحمد لله. جتني تاع نفطال، جاني عرض عمل في نفطال، هاني جيت سقسيتهم قالوا لي درك يعيطوا لكم. تحسنت تطورت شوي خير من قبل، بل كانت وثائق وتطول شويه درك تحسنت بالرقم هذايا ماشي وتطور. كذلك قامت الوكاله بإتاحة الفرصه عن طريق منصات اخرى واللي تعتبر فرصتي من بينها لتتمكن طالبي العمل من الولوج لحساب الوكاله وتعرف على مختلف فرص العمل، ويوجد كذلك منصة رقمية أخرى تسمى بمناجونس اللي تسمح لطالب العمل بمعرفة مكان الوكالة في عبر مختلف تراب الوطني. أغلب المسجلين المستفيدين من منحة البطالة هم شباب بشهادات وكفاءات ينتظرون الحصول على منصب عمل، وكلهم أمل كالذي أتى بسليمان وبلال وعبد النور إلى وكالة التشغيل بولاية عامة لتأكيد التسجيل وتجديد منحة البطالة والاستفسار عن عروض العمل. اليوم جيت نحيي المعلومات تاعي منها رقم الهاتف الإيميل، عندي ليسونس كومينيكاسيون ماستر صحافة. كي يكون كاين عرض عمل غادي يبعثوك في الاس ام اس هي تروح تتقرب للوكاله. رساله توجيه في عرض عمل كي تقرات من الوكاله المحليه للتشغيل قال لك راك موجه في عرض عمل في مؤسسه سوناطراك ضمن حسابات الكبرى في منصب جيستيونير سوسيال. كل هالامور هذه تمت عن طريق الرقمنه على حساب الوسيط اونلاين في هذه الحسابات الكبرى، تابع انك موجه في عرض عمل وتابع عمليه الانتقاء نتاعك وتابع حتى العمليه التنصيب تاعك. ماستر قانون اداري، جيت هنايا الوكاله باش نحيي المعلومات تاعي باش نقعد دائما في وثيقه طلب العمل دائما تكون محيانه.
فرع الولائي التشغيل النعامة عنده ربع ملاحق مكمن بن عمار مشرية عين صفراء والنعامة شافليه. طالبي العمل راهم في إرياحية سواء المستفيدين من منحة البطالة أو المسجلين على مستوى جميع الملاحق للاستفادة من 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 عروض العمل المختلفة والمتوفرة على مستوى الملاحق. الوكالة الوطنية للتشغيل بفرعها الولائي للتشغيل في النعامة كباقي الولايات على مستوى الوطني 58 ولاية، طالب العمل في الجزائر العاصمة أو في ولاية النعامة يستفيد من نفس الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل. حيث نحصي على مستوى الفرع الولائي للتشغيل بالنعامة بملاحقه الأربعة بالنسبة لمنحة البطالة 20,000 مستفيد في مختلف المستويات والتخصصات، هذا بالنسبة لمنحة البطالة. أما بالنسبة لطالبي العمل المسجلين في مختلف التخصصات نحصي أكثر من 27,000 مسجل لمستوى الملاحق في مختلف طبعا في مختلف التخصصات ومختلف المستويات المتواجدة على وبتأطير من المدونة الوطنية للمهن والوظائف. 34 منصة وثلاثة تطبيقات يستغلها أصحاب منحة البطالة وطالب العمل للتسجيل والتجديد والإطلاع عن العروض، فمنهم من استفاد حتى من دورات تكوينية كأسماء ونور المسجلتين في منحة البطالة. سجلت في منحة البطالة بعد إكمالي لدراستي، والوكالة الوطنية للتشغيل أعطتنا فرصة أن ندخل العالم الشغل عن طريق تكويننا لمدة 15 يوم في نادي البحث عن عمل. تعلمنا بزاف صوالح، كنديروا نمشوا للمقابلة، شهي الأسئلة اللي مطروحة عادة، كيفاش نحرروا الرسالة تحفيزية، كيفاش نخدموا السيفي نتاعنا بلا ما نمشوا للسيبر بلا ما نطلبوا مساعدة. كانت بزاف أفكار وكانوا بزاف التخصصات وكاع تعلمنا منها بزاف. متخرجة من علم النفس، تخصص علم النفس العيادي، بغيت نستفاد من منحة البطالة. رحت سجلت أول مرة في السيبر ومن بعد ديت الورقة وجيت أعطاو حددت الموعد، واليوم راه الموعد نتاعي وجيت سجلت وعطوني شهادة التعهد ولا الالتزام اللي فيها الشروط اللي لازم يكون متوفر فيها أي شخص اللي لازم يستفاد من منحة البطالة، وفهمنا غاية وشغل حاجة مليحة، شغل كل شيء راه في الرقم أنا داخل على خاطرش قد تسجل الانسكريبسيون زعما ديرهم في التليفون عن بعد، التجديد راه عن بعد، تشوفها واش راها جارية ولا ماشي جارية في منصة الوسيط، زعما كل شيء الحمد لله تقد غير من داركم بلا ما تشقى باش تسجل وتسكم. في إطار مرافقة طالبي العمل بالنسبة للمستفيدين من حال البطالة راه يتلقى رسالة نصية في الهاتف تاعه اللي تدعوه بها يتوجه المركز التكوين المهني من أجل إجراء دورة تكوينية، وهذه الدورة التكوينية هي إجبارية بالنسبة للمستفيدين من حال البطالة بدون تأهيل ولا مستوى تأهيلي، وهذا من أجل زيادة فرص الترشح ولا الحصول على منصب عمل، بالإضافة إلى برنامج ثاني اللي قامت به الوكالة الوطنية وهي نوادي البحث عن العمل. في إطار اتفاقية بين الجامعات نقوم بتكوين مرتفقي طالبي العمل في إطار لمدة 15 يوم في إطار نادي البحث عن العمل، لهنا ونوريهم كيدير إنشاء سيرة ذاتية رسالة تحفيزية، وندير لهم محاكاة بالنسبة للمحادثات المهنية وللزوتروتية دومبوش من أجل نعطيهم أكبر فرصة للنجاح والحصول على مناصب عمل. كنت مستفيد من منحة البطالة منذ مارس 2022، سجلت في الوكالة المحلية للتشغيل بتخصصين مهندس في سكن والعمران وانفوغرافيس كونسيبتور. كنت نشارك في الدورات التكوينية تاع البحث عن العمل اللي كانت تنظمهم الوكالة المحلية للتشغيل، حتى وين جاني رسالة نصية فيها توجيه تاعي للمؤسسة. رحت لوكالة التشغيل وين درت الإجراءات، والحمد لله راني موظف في المسرح الجهوي بالنعامة، والحمد لله راني كمصمم جرافيك انفوغرافيست كونسيبتور. متحصل على شهادة الماستر إلكترو تكنيك أوبسيون إنرجي رونوفلاب. بخصوص الرقمنة كانت لها دور كبير زعما في المساعدة تاعنا في التوجيه من جهة الوكالة، راهم يقولوا بلي كاين مشاريع تاع فيرال تاع مصنع الحديد ومشروع جينيرال أمبالاج. ان شاء الله يكون عندنا نصيب في العمل فيها ان شاء الله. معليش نعاودوا ناكدوها ونتكرروا عليها لانه نفتخروا بها، ما كان حتى دوله
دمجت نصف مليون منتسب، نصف مليون شاب جزائري تم توظيفه بعد جائحة كورونا، ما كان حتى دولة دارتها في العالم. والمتتبع للشأن الاقتصادي ولا موضوع التشغيل في العالم يقدر يأكد كلامنا هذا، ما كانش. فهذه لازم نفتخروا بها أيضا، في العملية الإدماج، العملية الكبرى للإدماج اللي بعيدة على التوظيف، اللي كان التوظيف ولا الترقية اللي مست الموظفين. فكي تشوف العملية كاملة تلحق حتى حوالي مليون ما يقارب المليون اللي تم تشغيلهم من في هذه الخمس سنين الأخيرة. فكل هذه أيضا هي يعني ما تقدرش تصرى هذه العملية، وبالمقابل تكون عندك 4.1 نمو، معناتها راك في الطريق الصحيح وفي البناء الصحيح للاقتصاد الوطني. تبقى عملية التشغيل، وفي نفس الوقت التجربة الفريدة يعني اللي درناها اللي هي منحة البطالة اللي هي يعني سيتون يعني باسرال من وضعية البطال إلى وضعية الشغيل. ورانا يعني في مرحلة أكثر من 300,000 توجهوا للتكوين، و 300,000 توجهوا للتكوين ما يقارب منهم خانيخة حوالي 45,000 اللي راحوا للتوظيف. فهذه الزوج ملايين هذو اللي راهم في منحة البطالة هما يعني زوج ملايين يستناو في مناصب الشغل تاعهم مستقبلا. وهي احنا هي منحة أقرها سيد رئيس الجمهورية لحفظ وصون كرامة الشباب الجزائري، واللي هي احنا بالنسبة لنا أيضا هو مكسب كذلك يعزز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية. أزيد من مليوني طالب عمل يستفيدون كلهم من منحة البطالة عبر مختلف ولايات الوطن، تقدم لهم خدمات نفسها حتى في المناطق النائية والولاية المستحدثة على غرار ولاية ولاد جلال. أول مرة جي سجل هنا لمستوى وكالة التشغيل بولاية أولاد جلال، متحصل على شهادة ليسونس لسنة الجارية 2023-2024. جينا كطالبي شغل بعد ما قمنا بالتسجيلات الأولية عبر الوسيط أونلاين وين دخلنا المعلومات الشخصية، وجينا اليوم باش نفاليدي لا دوموند. الرقمنة سهلت علينا بزاف حوايج وين اختصرت علينا الوقت والجهد بعد تطبيق إدارة صفر ورقة، وين ولا كلش سهل. التطبيق هذا سهل، احسن كيما نقولوا ما يديبلاسي الواحد من بعيد ولا كذا، يتبع عبر الوسيط هذا. بالنسبه للوكاله الفرع الولائي للتشغيل ولاد جلال، تم ترقيته بعد ترقيه ولايه ولاد جلال كامله الصلاحيات الى من ملحقه لفرع ولائي للتشغيل، ويضم 6 بلديات. ونشاط الوكالة الأساسي هو المقاربة بين طالبي العمل والمؤسسات صاحبة العرض، ويتم مقاربتها عن طريق الرقمنة. بالإضافة إلى دور الوسيط بين طالبي العمل وأرباب العمل، توفر الوكالة من خلال التعاقد مع مراكز التكوين المهني فرص التأهيل ضمن المرافقة الدائمة المضافة إلى مجالات الخدمات الرقمية. جيت البيرو مندالة تاع ولاد جلال، تلقيت رسالة نصية بأنه كاين عرض عمل وسهلوا لنا المهمة، خير من قبل عيطك في التليفون وقادر ما يحكمكش وتجي تشقى وتروح. ودرك التطور هذا وبعثوا لنا رسالة نصية وبارك الله فيهم على المجهودات اللي راهم يبذلوا فيها. خريجة جامعية جيت هنا سجلت عن بعد طلب العمل، وجيت لهنا نأكد في الوكالة تاع العمل، نأكد العمل تاعي. المنصة هذه سهلت لي بزاف باش نشوف عن بعد ونشوف العمل، ويبعثوا لي رسائل ومساجات باش نأكد عنها. الشباب هو اللي يستعمل الخدمات بحكم أنه شباب ويفهم اللغة الرقمية، لغة العصر يعني الرقمنة، وفرت علينا احنا كمصالح وكطالبي عمل وكمؤسسات مرتفقي الوكالة، وفرت علينا الكثير من الوقت الكثير من الجهد، قلت التدفق البشري على الملاحق، على مستوى الملاحق. أصبحت الخدمة تقدم يعني بمجرد أنك تفتح الهاتف في الجوال تاعك، كاينه تطبيقات، عندنا 3 تطبيقات يقدر من خلالهم المؤسسه او طالب العمل يدخل للتطبيق يتحصل على الخدمه تاعو، الخدمه اللي حوس عليها بكل سهوله. وكاين مجموعه الروابط اللي ذكرناها ايضا اللي من خلالها نقدموا الخدمات تاعنا، تميز الخدمات بالسرعه وبالسرعه في الانجاز.
جهود الإصلاحات في منظومة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدت جلية من خلال رفع الأجور وإرساء محطات لإنجازات عصرية وأرضيات للرقمنة، سهلت كل الإجراءات والتعاملات الإدارية على الفئات الشغيلة والطالبة للعمل والمتقاعدة، وسخرت كل آليات الدعم وحسن التكفل تكريس لمبدأ الجزائر دولة الحماية الاجتماعية التي تضمن الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطن، وتمكن هذا القطاع الحساس من الإسهام في التنمية الوطنية الاقتصادية.